الحركة الأولى تحدق في جماجمنا، تكتشف الفوارق العشرة بين الأولى والثانية والثانية والثالثة وهكذا، تعيد ترتيبها وفقا للجنس والخيبات العاطفية والعنوان البريدي، تعد ما هشم الزمن من الأطراس والمعدن المغروس بقسوة في العظام بأقلامها الملونة، تلون بالأخضر والبني والأزرق مكان العينين، ترش قليلا من العشب الرخيص الذي ينبت في المرآة فوق فروة الرأس، تضع قرصا لبيتهوفن في ستيريو لعل إشارة صغيرة تخرج من الصندوق الأسود قبالتها، الفتاة التي ترتب أفلام أشعة أكس في المشفى حين تضجر من اللعبة، تبتسم للآلة ثم تضع رأسها برفق بين الرؤوس. الحركة الثانية، في الوقت المستقطع في المشفى بين تبديل الأغطية البيضاء، ثمة لحظة بيضاء أيضا يبصر فيها المرضى بابا سريا ينفتح في جوف الغرفة، فرصة نادرة إذن لتهريب الأمتعة، الطرق المبللة الغابة بأوراقها، كتاب التحولات لأوفيد، عنق زينب، صورة النجم، فرصة نادرة ليدخل إلى ثلم القلب من يردمه لمرة أخيرة، حين ينغلق الباب برفق في جوف الغرفة ينام المرضى إلى الأبد تحت الأغطية البيضاء.